التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على وضع أجندة تنفيذية ل 135 توصية تمثل مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني وفقا للأولويات التي يتم التوافق عليها. وخلال لقائه مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، أكد مدبولي أن هناك اهتماما أيضا بأن يتم التنسيق مع مسؤولي الوزارات المعنية المسؤولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. واستعرض الاجتماع مع تفاصيل ما تم في المحور الاقتصادي خلال جلسات المرحلة الثانية وخطوات صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.